السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مجدد This is teacher عبد العزيز زكريا from E-Adam and this is إن شاء الله your plan. In this plan إن شاء الله you will memorize سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. That's all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.